لقد أقسم لهم فخامة الدكتور أبي أحمد بذلك القسم الذي حاولوا أن يستهزئوا به، وحاولوا أيضا أن يقللوا من أهمية هذا القسم. والله 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 لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر، لن نقوم بأي ضرر. وأنت سترى من المصريين برضو، والله والله لن نضر بكم أبدا، والله والله لن نضر بكم أبدا. شكرا فخامة الرئيس. وإذا بسد النهضة قبل الشعوب، قبل الشعب الإثيوبي، يبر بهذا القسم بأننا لن نسبب لكم ضررا، وإذا بالجانب الآخر يقسم زورا وباطلا ويحنث في قسمه، وتجده في ميادين الشر والصراعات التي يحاول أن يذكيها في الداخل الإثيوبي. فانقلبت الآية، فأبرزنا صدق ما نقوله بأفعالنا. سنبني سدا تلو السد بإذن الله، سدا تلو السد، سدا تلو السد، ولن توقفنا أي قوة على وجه هذه المعمورة، أي قوة على وجه هذه المعمورة. إثيوبيا ركزت على المنفعة المتبادلة وعملت على هذا المسار في كافة خطواتها، وأرادت ولا زالت تحرص أن تفيد الأشقاء في مصر والسودان، حتى وإن قام قلة قليلة منهم بتحقيق أجندات مغايرة لما يخادعون به الشعب المصري والسوداني من أن هذا السد يشكل ضررا عليهم. إرادة الله بقوتنا ووحدتنا أيضا سنتجاوز كافة هذه العقبات والتحديات كما تجاوزناها